احنا بحاجة وقفتهم ويانا، احنا المواطن الفقير البسيط امن منهم وانتخبهم، يعني لازم يعني يتقون الله بهالناس هذه، ثقت بيهم الناس وما وقت محاصصات ووقت مشاكل ووقت يعني ما اشغل بيها بعد، اشغل بيها المواطن المتضرر اشنو ذنبه؟ يعني خليه شوية هلا هلا بالمواطن البسيط، احنا ما يصير نقلد الناس بالفشل، لازم احنا نتطور، هاي موصل هاي موصل لازم ينجحون، يعني موصل كانت منكوبة والحمد لله وقفت على حيله وما شاء الله والأمور مشت تمام، ما لازم يعني والله هذا يقلد هذا هذا يقلد بالفشل، لا لازم نكون ناجحين، احنا نوصل احنا قدوة، احنا قدوة المحافظات، لازم نصير لازم يتحدون ايد بايد يتعاونون، نعم مع المحافظ، نعم مع يعني هذا مجلس محافظة محاصصات، ما وقت هسه ما وقت هذا المشاكل والقال والقيل، احنا ثقينا منهم والله ذول اولادنا، يعني ما غربة، يعني اذا هي ما يقفون الموصل والمواطن والأرملة والفقير والموظف البسيط، يعني لكن منو يعني ينقهر علينا غير هي؟ المشاكل اللي عتصير بداخل مجلس المحافظة يعني مفروض احنا اصلا هذا ما ندري به ولا يكون أي أحد له علم بهذا الأمر. المشاكل اللي تصير بداخل المجلس مفروض تنحل داخليا، والمواطن ما له دخل بيها، مفروض هو يجي يشوف أنه بس مجرد الخدمات تتوفر للناس وهاي المشاكل ما له أي دخل بيها. مفروض يعني الأعضاء بالمجلس مفروض الكل يتكاتف من أجل أبناء المحافظة، يعني الكل يتكاتفون سوا ويتعاونون فيما بينهم، المواطن المفروض هو المستفيد، يعني يكون ما ينظر من هاي الأمور كلها، لازم الكل يرصون صفوف ويتعاونون من أجل إعمار المدينة ونهض هاي المدينة بعد النكبة اللي صارت بيها، يدعمون السيد المحافظ بهاي الفترة كلها بالأجل التعاون والإعمار ونهض هذه المدينة. والله نريد اللجوء حافظة أن الخلافات يخلوها بصفحة، وأهم شيء أهم شيء للمحافظة المدينة، يعني مصلحة المدينة مدينة الموصل خاصة، نحن نريد هذا الشيء، أهم شيء عندنا خدمات لمصلحة الموصل إن شاء الله، الإعمار، المستشفيات يكملونها، هي المطار نحن لازم يكملوا، نحن نريد العدل، المساواة والعدل حتى للمواطن يصير مصلحة المواطن إن شاء الله.